إلى أي مدى وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يا أستاذ تامر ممكن نقول إن كان ليها دور يعني في الفترة الماضية السنوات الأخيرة في تزييف الوعي، في إعطاء صورة أو فكرة غير حقيقية لدى كتير من الناس عن حقيقة الأمور بتمشي إزاي؟ هي وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الإلكتروني بشكل عام في ميزة بتخلي العدو يتمسك بيه. اولا مش مكلف، يعني ممكن بكاميرا موبايل اعمل حادثة او وقعة تقلب رأي عام. ثانيا خارج حدود كل القوانين والاعراف الاعلامية اللي في العالم، يعني ده خارج اطار كده من خارج اي ضوابط، فدي ميزة يعني غير مكلف، مش واقع تحت اي ضوابط، بيوصل لإيد الشاب اللي هو مستمتع بأنه يفضل قاعد على الموبايل بتاعه فترات طويلة، فبيقدر يوصل له في إيده في أوضته، فدي العدو مش هيقدر يتخلى عن ده وهيقعد يطور، وكل ما يقرب من الواقعية كل ما الناس هتصدق. وفي طرق، يعني أنا مثلا لما عرضت فيديو النهاردة في المؤتمر بحاول أقرب للطرق الواقعية اللي خلي الناس تصدق، يعني حتى وانا بسجل صوتي وانا ماشي بستعرض العماير اللي فيها شروخ، هي ده اصلا ماتيريال عندي انا، مش يعني مش انا اللي كنت بصور، فعاوز اقول احنا هو جايبين لكم العماير، فانا عايز اعمل اكني بنهج، اكني انا ماشي في شارع، قعدت اجري العب رياضه شويه عشان انهج عشان اعرف اتكلم، فيبقى الصوت اقرب لك جدا للواقعيه. فلا يعني التفاصيل البسيطه دي مش مكلفه، بس تخلي اللي انا عايز استهدفه بالفيديو ده يصدقه. العدو بيعمل كده طبعا. ايه المطلوب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علشان يكتشفوا هذا الزيف او على الاقل ما ينسقوش وراه؟ تقنيا مش هيعرف الا باجهزه تحليل بقى، وهيمسك الصوره ويقطعها وينزلها على المونتاج ويشوف البكسل ده زي البكسل ده، تقنيا مش هيعرف، يعني الموضوع صعب اكتشافه جدا جدا، حتى يعني حتى على لو ناس محترفين برضو صعب جدا. طب احصل نفسي ازاي؟ انما انت اعرف هو عاوز منك ايه، يعني الخبر ده مقصود بيه ايه، يعني ايه بقى المفروض يبقى دايما أعمله. عندك جرس انذار. طب انت وريتني الصوره دي، اعمل عشان اعمل ايه انا بقى؟ ايه المطلوب؟ ايه الهدف انك توريهاني؟ ورالي الصوره دي ليه؟ عشان يطلب مني ايه؟ فدايما يخلي في دماغه ده يتساءل طول الوقت وزي ما قلنا لو هتكون جواك مشاعر سخط او غضب تجاه حاجه ما تتحركش، لان ده عمرها ما كانت دليل. الصوره او الفيديو اللي على السوشيال ده عمره ما كان دليل على اي حاجه.